يا مساء الخيرات على أجمل متابعين شركة مجمع الشامل. اليوم بإذن الله بصور لكم كل جديد من قسم الملابس. موقع التغطية بيكون الرياض مخرج 29 شارع بلال بن رباح. للحصول على الموقع ارفع الشاشة الفوق يطلع لكم الموقع بكل سهولة. نتشرف بزيارتكم. من قسم الملابس نشوف القميص النسائي الجميل هذا، خامته جدا جميلة، يجيكم باللون الأحمر. طبعا مقاساته بتكون من 8 إلى 22، شكلها جدا جميل، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة. وكمان من قسم الملابس متوفر عندنا هذه الفساتين الجميلة، تجيكم باللون الكحلي مخطط بالأبيض، والحلو بيكون في منها مقاسات بناتية وكمان مقاسات نسائية، شكلها جدا جميل وخامتها قطن جدا جميلة، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة. ريال و75 هللة. وأيضا من قسم الملابس في قسم متكامل للبلايز الرجالية جميع الأشكال والألوان، وبيكون سعر القطعة الواحدة 5. وتوفرت من جديد لعيونكم الشرابات اللطيفة هذه، أشكال جدا مميزة، طبعا تنفع للبنات أو نسائية، والحلو بتاخذون 3 حبات مع بعض بسعر 5 ريال و75 هللة. من قسم مظاخر السيراميك شوف التشكيلة الجميلة هذه، تجيكم باللون الذهبي مع الأبيض، طبعا تستخدم كمان كفواحة، بتكون سيراميك وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة. وبالدور الثاني شوف التحف الجميلة هذه، شكلها جدا فخم، طبعا بتكون معدن لها عدة استخدامات، تحطون فيها الورد أو أدوات المكياج أو الإكسسوارات. اللون الذهبي بيجيكم بالحجم الكبير، وكمان في منها اللون الأبيض بتكون بالحجم الوسط، أشكالها جدا أنيقة ومميزة، وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة. لو محتاجة تحف في مطبخك لا تفوتك هذه المزهريات الجميلة، تجيكم على شكل فواكه في اللين، شكلها جدا جميل، كمان في منها هذه الأشكال، طبعا تجيكم بالدور الثاني وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال. وللي طلبوا أصور لهم قسم الورد بصوره لعيونكم، طبعا يجيكم قسم متكامل جميع الألوان والأشكال، وبتاخذون الباقة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة. ومن قسم صحون البايركس نشوف الأشكال الجميلة هذه، في منها شكل الدائرة، طبعا تجيكم قزاز، وكمان في منها شكل المستطيل، كلها تجيكم بالحجم الوسط قابل للحرارة، وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة. ابدعي معنا في تشكيل البسكويت والمعجنات مع القوالب الجميلة هذه اللي وفرناها لعيونكم، طبعا تجيكم بلاستيك بعبارات مختلفة، تاخذون 4 حبات باللون الوردي أو الأخضر، وتاخذون المجموعة بسعر 5 ريال و75 هللة. في قسم متكامل لبيالات الشاي نشوف الأشكال الجميلة هذه، تجيكم قزاز بالحجم الكبير، طبعا بتكون شفاف سادة، وتاخذون 4 حبات بسعر 5 ريال و75 هللة. في قسم متكامل لبيالات الشاي نشوف الأشكال الجميلة هذه، تجيكم قزاز بالحجم الكبير، طبعا بتكون شفاف سادة، وتاخذون 4 حبات بسعر 5 ريال و75 هللة. شايفين جمال كاسات العصير، تجيكم قزاز بالحجم الوسط، والحلو تاخذون 3 حبات مع بعض بسعر 5 ريال و75 هللة. ومن قسم ترامس القهوة والشاي لا تفوتكم الأشكال الجميلة هذه، في منها عدة ألوان، بتكون 450 ملي، طبعا تحفظ الحرارة لا تفوتكم، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة.
قسم البرطمانات وفرت من جديد البرطمانات الأكثر طلباً. تجيكم قزاز مع الغطاء الخشبي بعدة مقاسات، أشكالها جداً جميلة وما تتفوت. تأخذون القطعة الواحدة سعر 5.75 ريال هللة. من قسم كاسات العصير نشوف الأشكال الجميلة هذه، تجيكم القزاز مع المصاص بعدة ألوان وأحجام. الحلو تأخذون القطعتين بسعر 5.75 ريال هللة. ملاعق الطبخ لا تفوتكم الأشكال الجميلة هذه. ملاعق الطبخ طبعا تجيكم باللون الأسود الفخم، والحلو تاخذون 6 حبات سعر 5 ريال بس. من قسم لبادات الصحون توفر من جديد لعيونكم يا أجمل زباين لباد الصحون الجميل هذا على شكل ورقة الشجر، يجيكم باللون الأخضر، شكلها جدا أنيق بالصحون، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال هللة. وفي هذا الشكل الجميل من لبادات الصحون بيجيكم باللون الذهبي الفخم على الشكل الدائري، وبيكون داخل المغلف قطعة واحدة، وتاخذونه بسعر 5 ريال. ومن قسم زبديات القزاز لا تفوتكم الأشكال الجميلة هذه، ألوانها جدا رائعة ومميزة، طبعا تنفع للسلطات أو أي استخدام أنتم حابينه، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال هللة. من زبديات السيراميك نشوف الأشكال الجميلة هذه، لها عدة استخدامات بأحجام مختلفة، تحطون فيها الفطور أو المكسرات والحلويات، وكمان تنفع للسوفليه. طبعا الحجم الصغير بيجيكم مكون من 5 حبات، والحجم الوسط بيكون فيه 4 حبات، والحجم الكبير بتاخذون 3 حبات بسعر 5.75 ريال هللة. شايفين جمال زبديات القزاز اللي وفرناها لعيونكم؟ تجيكم بالحجم الوسط، تنفع للحلويات، شكلها جدا أنيق ومميز، يكون مكونا من 3 حبات، وتاخذون المجموعة بسعر 5.75 ريال هللة. من قسم خشبيات التقديم وفرنا لعيونكم هذه الأشكال المميزة، طبعا تنفع للفطور، في منها أكثر من شكل، الحين بصورها لكم بالتفصيل. وتوفر من جديد لعيونكم أقراص لغسالة الصحون، طبعاً تجيكم علبة فنش مكونة من 10 أقراص، تحصلونها في قسم المنظفات، وتأخذون العلبة بسعر 5.75 ريال هللة. لو حابة تشترين لأطفالك هدايا في العيد لا يفوتك قسم الألعاب الموجود في الدور الثاني، طبعاً في ألعاب للبنات وللأولاد، وتأخذون القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال هللة. وفي هذه اللعبة الجميلة للأولاد مقدمة لكم من الشركة الشهيرة نيو بوي، شكلها جدا جميل، وبتاخذونها بسعر 5.75 ريال هللة.